اخي العزيز ان في اثناء حرب تنظيم الدوله سجون مجلس الشورى من الذي درنا حوالي 500 اسير من تنظيم الدوله تم القبض عليهم او تم تسليم نفسه الى الى الى, إلى مجلس الشورى. تم بفضل الله عز وجل الافراج عنهم الافراج عن كثير منهم الا بعد يعني بعد دورات شرعيه وبعد تبيين الخطا الذي حدث لهم وتغيير التنظيم لهم باستخدام النصوص الشرعيه كما يستخدمون المداخل تلك النصوص لقتال ابناء ليبيا. بينا لهم الخطا وبينا لهم كثير عبر طلبه علم وناس متخصصه في العلوم الشرعيه من اهل المدينه، وفضل الله عز وجل يعني تكللت تلك الجهود بنجاح فائق، وهم الان يمارسون نشاطاتهم في المدينه كاي احد من ابناء درنا باستثناء من عليه مظالم، تلك المظالم يعني ترفع للنظر في شأنها وحقوق الغير منها. طيب هؤلاء الذين تنازعوا عن فكرهم هل سجلت مواقف على بعضهم ربما بوجود بعض المخالفات بعد الإفراج؟ والله بفضل الله عز وجل يعني النسبة 1%. نعم. 1% يعني سجلت حالات يعني كذا. نعم. لكن هو الوضع في العام جيد جدا وكان له اثر طيب. نعم. وكانوا يعني الشباب المنطلق الذي ينطلقون منه هو الاثر عمر بن عبد العزيز. نعم. قال الله خرج علينا خارجين بالسيف فقال ماذا نفعل به؟ قال ان كان عليه يعني ان كان عليه مثلا مظلمة يعني ترد المظلمة وإلا أودعوه في السجن حتى يتوب من رأي السوء. وبفضل الله عز وجل يعني كانت هذا الأثر لهم يعني مؤثر لهم وكثير منهم تراجعوا عن هذه الأفكار لكي لا يستخدموهم أتباع الكرامة ولا يستخدموهم أتباع بغدادي للإفساد في البلاد والعباد. نعم. كذلك هذا أيضا موقف الصحابة رضي الله عنه علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما في معالجة الخوارج أيام خروجهم على علي رضي الله عنه. بارك الله فيك، نشكرك أستاذ محمد المنصور المسؤول الإعلامي ولمجلس شورى درنا.